انا راسك بدي كسره. والله زهقتيني من كتر ما بتهدديني. عم بتجاوبي كمان؟ انا بفرجيكي. ايه عم جاوب، شو فيك تعملي؟ عم تضربيني؟ لا ماني عم بضربك، اما انت من هلا وبالرايح ممنوع تمدي ايدك علي. وطالع لك تحكي كمان، انت وحده بلا تهذيب ولازمك ترميه من اول وجديد. انت كيف تهدي الشجره وبتكسريها هيك؟ طلع عبالي كسرتها. ولك انت شو؟ شوفي انت شو؟ شو هيدا؟ شوفي تفضل بنتك عم بتمد ايدها علي. مش مزبوط بابا، انا كنت عم دافع عن حالي. شهناز شوفي شو هيدا اللي عم بيصير؟ ليه عم تحكيني كانه انا السبب؟ بنتك سرقت الشجره وكسرتها. اي شجره؟ انا اخذت شجره ميلاد اللي عنا بالبيت وكسرتها. ليه كسرتيها؟ شو هالورده انا هي؟ هيك لا عم بتذكرني بالماما. ايه بتذكرني فيها، بتذكرني بالخوف يلي كان عندي اياه اني اخذت الشجره على الصف. هي ولا مره فهمت علي، واصلا ما رح تفهم ليه اخذت الشجره على الصف. كل الوقت هم بالعزايم والسواريا اللي عندها اياهن، اما انا كان شي غلط شاريته وكبته على جنب. هم بس وبتتذكرني اذا اجوا الناس او لازم حكيوا الناس او لازم سلم على الناس، هيدا اللي عندها اياه. من هلا وبالرايح مش بس رح كسر الشجره، رح كسر كل شي خصو بهيدا الحكي. عم تفهموا علي؟ استاذ وحيد، مدام شهيناز، ميرنا، ولو حدا ينزلني، وينكن؟ بونسوار. هاي صبا. شو عم تعملي؟ شو في لهيك واقف؟ لا ماشي. ايه تذكرت جيب لك كادو. سلامتي اختي، بتعرفي انت روحتي حالك وانا ما فضيت جيب لك شيء. شو هاي ولو بلا سؤالي؟ والله انا بدي اسالك شو هيدي، لان شفتها برا انه فات لعندك. حدا شافها؟ بس انا. ما تخافي، فيك تقولي لي شو سبب الكادو؟ شو سبب هالضحكة الحلوة؟ يلا عم بسمع. ايه مرسي. ما في شيء من قيمتك، بس انه حبيت انه اعمل جست صغير يبسطك شوي. مرسي. كيفك داني؟ هاي تيما. سوري ما انتبهت لك قبل شوي. مش مشكلة. على فكرة بدي أسألك شيء. شو بدك تسألي؟ أنت سامع بشخص اسمه ريتشارد كليدرمان؟ دخلك إيه مش هيدا حدا بدق بيانو يمكن؟ أيوة هيدا هو. إيه ما اسمه مش كتير غريب علي، يعني سامع فيه من قبل هيك كم مرة يمكن. طيب هلأ برجع. مش غريب. شوف هلا كيف؟ مش الحال؟ الوضع كله صار تمام؟ كل شيء تمام، إلا أنا ماني تمام معكم. ماني كثير حلوة. ثانكس. ما بيلبق لك تستحي أبدا. يا ربيع، منيح اللي جيت، في شيء بدي أقول لكم إياه. اللي كان بدي اقلكن اياه انه انا اللي خزقت كتبه. ايه ما تستغربوا، انا يلي عملتها. ما في داعي تكملي، فهمنين عليك. اصلا ما كان بدها هالقد الشغله. شو حنون؟ صباح وتمارا. طيب شو بدكن يعني اعمل تتبطلوا تكرهوني؟ يا ميرنا شو هالحكي هيدا؟ ما حدا بالصف بيكرهك. هلا اوكي يعني يمكن بنزعج منك شوي على حركاتك واخبارك، انه خففيهم انت كمان.
بس من اللي هي نحن هون كلنا رفقة، ما بدنا حدا يتخانق مع التاني. فكرمال هيك بدي اطلب من سامي وربيع انه يتصالحوا مع بعض، وانا اكيد انه ما رح تزعلونا. يلا سامي. بتمنى ما تزعلوني. بس بدي افهم ليش هيك عملت؟ بكره بيجي يوم بتعرف لحالك. ولك يلا تصالحوا بقى بلا كثرة حكي، مد له ايدك لشوف. بس هذا موضوع حلينا بيناتنا مش الحال. كتير منيح. طيب لكن صار فينا نبلش بالدرس، طلعوا الكتب واليوم رح نعمل اخر مراجعة قبل الامتحانات، اوكي؟ بدكم تركزوا كتير منيح لأنه اللي رح قوله اليوم في شيء رح يجي منه بالفحص. اتفقنا؟ يلا. شو هالعجقة هيدي؟ مش معقول هيك، خليه حلوة هالأزمة بقى. ايه دخيلك، إنه على أساس هي هالأزمة الوحيدة يلي عنا. بشرفك خلي الواحد يضل ساكت أحسن. عن جد؟ يا بلا واحد يحكي ويعصب على الفاضي. أنت كيفك منيحة؟ دخليك؟ شو بو كريم؟ شكله مش على بعضه. ليكي ما بعرف، بس مدري شو صاير معه. يعني في شي مشكلة بينه وبين حياة؟ ليكي للصراحة أنا ما بحب أتدخل. ليه أنت سمعتي شي؟ سوري، وأنا كمان ما بحب أتدخل، بس هيك شفتهم هو إياها مش كتير زبطة معهم، فخايفة يكون أنا السبب. لا ما بحس أنت. ليكي هن بين بعض مدري شو صاير بيناتهم، شكلهم منهم متفقين. على كل شو بدنا فيهم؟ هن حرين يصطفلوا. ايه وانا قلت لحالي هيك كمان بلا ما نتدخل. شو خاصنا؟ انت كيفك؟ منيحة. ايه عال تحلية. مرسي. منك هينة صايرة. انا مش مصدقة كل هالحكي، اكيد ربيع عم يكذب. بركي ما كان عم يكذب الصبح. ايه انت خليك غبي وصدق كل شي بنقول لك اياه. لك انت من امتين بتحكي معي بهالطريقة؟ ايه وروق شوي، ما بدكم تخلصوا خناق؟ شو داني؟ ولا ما بدنا نروح اليوم؟ بكره ببلش الفرصة. ما بتفرق معي البتكن يا. أنا ما بعتقد رح أقدر لأنه أنا كتير درس. أنا بعتقد إنك خايفة من أسعد. على فكرة ما في غير أنت بتحل هذا الموضوع. تسلم لي تحليلاتك. تمارا، تمارا وقفي عندي. بحكي معك تمارا وقفي. داني؟ انت بتستحي مني؟ استحي منك؟ اكيد لا، لا بدي استحي منك. انا ليه حطيت لي الكادو على الباب وما شفتك؟ سيربريز. تيما لأكون صريح معك، انا بخاف اكثر ما بستحي. طيب رغير الموضوع. ليك ما رح تدق بالكونسرت؟ لا ما بعتقد، بس خلص ابا معلش. كان كثير عبالي اسمعك عم بدق بيانو. كلها كم جمعة وبترجع إيدا مثل ما كانت، بتصير تسمعني. كله من ورا هالولاد. تمارا سامي، تعالوا لهون. بدكم نروح شي مشوار اليوم؟ إيه ليش لا؟ هيك عنا فرصة وبدنا ندرس بقلبها، هيك بنطلع نتسلى شوي. أنا بروح. ما بعتقد فيي يعني. طيب وين بدكم نروح؟ هيك. يلا بلشت.
هو على الواطي. سبق وقلت لكم انه انا دارس رسم باهم معاهد الرسم الايطالي، وانا حاليا عم حضر لمعرض كثير كبير، معرض الرسم الرمزي العبثي. هيدا المعرض بده كثير مجهود، انا بحاجه لصفاء بالفكر والذهن، لهيك ما بدي اسمع صوت. فيكن تناموا، فيكن تربحوا ساعة نوم، كل العالم بتنام تربحوا انتو ساعة نوم، هلأ تسهروها بالليل، كل الفنانين بيعملوا هيك. ايه؟ حلو، يلا اتفقنا؟ عم حلك يا شاطر، يلا. اشتغلنا معرض فني عبثي. روق، بتعرف انه هلا من وراك كثير ماما بقى فيها تبدا بالكونسرت؟ كداني انا شو خاصني؟ هذا ربيع ولده فجأة. لك انا الله يساعدنا عليك انت وربيع. طب خلص سوري، من حقك علي. ماشي. شو؟ عن جد بنظهر مع وائل؟ شو فيها؟ شفتي كيف بضل مرعوش هيك بضحكنا؟ شكلها زبطت بيناتكم. شو زبطت؟ عن شو عم تحكي؟ انتو وائل. بس يا سائلة، بس لأن كان أحسن واحد بيناتهم كلهم. كتير منيح. بقى شو رأيك؟ ولا فكرة مش بطالة، بس هالفكرة بدها تكلف كتير. ما بقى تفكري بهالشغلة، ما نحن شركاء. المهم شو رأيك بالفكرة؟ حلوة. خلص تكرم عينك يا شريك. يعطيك العافية. منيح لفضيتيني. شو رأيك بالفكرة عن جد؟ حدا عنده أي سؤال؟ أكيد ما في أسئلة، لأنه الظاهر ما فهمانين الدرس. بسيطة، بكرة بتبلش الفرصة. إن شاء الله بتنبسطوا، بس ما تقضوها تسلاية ولعب. نفتح الكتاب شوي ومندرس. طيب شباب وصبايا، بشوفكم بخير. شباب جمدوا شوي، اسمعوني. بدي الكل اليوم يشيك جروب تبع الفيسبوك، اوكي؟ حكين ديتيلز عن السهرة، والكل بده يجي، سامعين؟ طيب شو لازم نجيب معنا؟ والله انت بالذات ما تجيبي معك شيء. ميرنا عم بمزح، شو بك؟ ما تزعلي. ليكي بشرفك، تعال عمو شي اليوم. ما بعرف لازم اسأل خيي. أصلا ماما بدي روح وبدي يوصلني، إن شاء الله يكون فاضي كمان. أنا بوصل. لا. لا سامي، مش ناقصنا مشاكل. طيب ليكو شو رأيكم نجي لعندي على البيت؟ أي بيت مني؟ بيت بي. بايك بيكون بالبيت؟ لا بتصور يا حو ظاهر، فبنبقى لحالنا. أنا ما عندي مشكلة، موافق. أنا مش موافقة. أنا بفضل إنه لا. ليه ما بتجوا لعندي؟ بركي بيي يعمل لي مشكلة عقيدة كمان. ايه؟ أزبط شي. شو شباب؟ أنا ما عندي مشكلة. وأنا كمان. يلا كتير منيح، اتفقنا. يلا. كمان شو هالحلو هيدا وشعراتك نعيمان؟ حبيتيهم؟ كتير حبيت، بس انت شو هالمفاجآت هاي؟ دايما مفاجآتك غريبة عجيبة. أنا كتير بحب المفاجآت. وين بيك؟ بيي؟ هلا بخبرك عن بيي. روحي فإذا غسلي إيديكي وتعي بسرعة رح يخلص الأكل. وهيك بتخبريني كل شيء. يلا دقيقة واحدة. يلا. إيه وشو قالت لك؟ داني هو لك شو؟ سألت لك أمك
ماشي قالت لي اعمل اللي بدك اياه. اوف ايه غريب صايرة امي كثير منيحة شايف. خلص ما تحسد حالك. ليك شو بدنا نعمل؟ انا كثير جعت. انا كمان خورت. ليك تعال نحكي لبابا بركي بنروح نتغدى عنده. ايه معه؟ اتق الله. كون عامل باستا هلا. الو ايه بابا شو وينك؟ تغديت؟ اه طيب خلص اوكي. لا لا ماشي ماشي بشوفك عشية. يلا باي. مشغول ايه؟ شكله لقى شغل. خي الف مبروك الله يوفقه. ميرسي. هي تيما. الو هي تيما. ايه بابا انا هون. بالنسبه لهذا ترى الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ولك اشتقت لك. يا هلا يا هلا يا هلا طولان يا هلا. يلا يلا عود الاكل بعده سخن. لا بدكم تسمحوا لي انا تغديت. هاي اول مره بتشوفوا انسان متغدى يعني؟ لا هي للصراحه انا على طول بشوف بس مثلك لا ما شايفين. صح. طيب روق شوي ما زالكم هيك بدي اتغدى مره تانية صبوا لي. ولك يا اهلا وسهلا ولك صحتين يا احلى كازانوفا انت. شو من ايمتى؟ وفاجأة. لا بتكتروا ملح. بابا انت ما بتحب الملح. حبيتك انا ورحت عبيتك انا وغنيت لك لا وطرحت الكهرباء مام شرفي الكهنة ظبطها الموضوع مش هيك شو عم تمسحي وينك 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 ليك اهلك ما بيتضايقوا اكيد؟ لا يا عم اكيد ما بيتضايقوا فوت. سلمى شرفنا طارق. تفضل. داني شرفنا. وداني بدق جيتار. ايه خبرتني عنك عنكم تيما. وسامي بيغني. شرفنا ميرسي. طيب انا راح اتركم تتغدوا شوفكم بعد الغدا اوكي؟ ما حيتغدوا معنا اهلك؟ بلا دجا تغدوا بس انا قلت بنطوركم نتغدى سوا بعرف انه بتستحي شوي. انا الحق علي ما كان لازم اجي. طيب شو الاكل؟ يلا دقيقة مسخن الغدا وبرجع. عن جد عم تحكي؟ ما بصدق. لا لا ما بصدق شفتي لازم شوفه بعيني ليش ما بصدق. يلا وين رايحة؟ طالعة شي ساعتين تخليها تشتغل. لا ما تظهري يلا خليكي كل مرة عم تطلع براسي. يا عم لا تعتلي عم مش حتطلع براسك هالمرة. مش معقول شو طيب الاكل عن جد كثير. صحتين كل يوم فيكم تجوا تاكلوا. دخليك شو رجعت قلت لاهلك بخصوص ايدك؟ ماشي خبرته خبريه لبيي قلت له عم نلعب باسكت قطعت. بس انت ملاحظ انك بعد ما اعتذرت منه. سبا هلا معلش بسيطه. لا ما هو حق داني انا بدي اعتذر منك عن جد بتعرفي ما كان قصدي. مش مشكله. ارتاحت نفسيتك؟ كتير. شو فارس؟ هاي يعني انت فارس
أنا فارس. داني. تشرفنا. وسامي. صحتين. طيب أنا مش هزعجكم بقى، أنا بستأذن منكم، أوكي؟ صحتين. شو مهذب خيي. كمين شو عندك اليوم بعد الظهر؟ شو بكي تمارا؟ شو بكي؟ بدي روح لعند رفيقتي، قلت بركي انت بتوصلني احسن ما انا اروح لوحدي. لا والله مش على اساس رح تساعديني بتنظيف البيت؟ بكره وعد مني لإلك بكره او ليكي؟ بيبي كملي روحي خلوني نام لي شي ساعة برجع بوصلي. على كل حال ما فيك تتأخر كثير، عندي كم شغلة بعملهم وبرجع باخدك. اوكي خيي ميرسي. فيقوني بعد ساعة. طيب تأخرت لهلا، ما تأخرت أخي لتجي. هو قال لهلا بعد ما شرف. هلا بيجوا. ليه مجد جاية كمان؟ إيه حكينا وقال لي جايين. بس مش معقول ننطرهم على الطريق أبداً، أوكي؟ لك روقي هلا بيجوا. الجمال؟ إيه شوفي شوفي. لك هدول مسلمين؟ بلا هلا. ولا شو عامل؟ ليك عامل؟ طيب لو شو هلا بخبرك؟ قال لهم خلص انقطعت الكهرباء او انهم هيك عملوا موديل. موديل؟ موديل؟ بتعملني مسخره؟ عشان عم تجتمع علي؟ وده شو؟ خلص وقف شوي هلا بنشوف حلنا. هذا حل. اي والله معك حل. الكهرباء قطعت لقني 9 دقايق للساعه مو معروف. اوكي. شكرا بس كثير عم يصير يزيح. وائل؟ شو القصه؟ شو الموضوع؟ شو صار؟ يا أبي شو عم تصير؟ بخيلك ظبطوا على السريع؟ ما بتعرف صار سالفة. طيب شو سالفة؟ أنا كنت متجمعة. شو عم بيصير بس هي عارف؟ هلو؟ طيب ما بتصير. والله يلا كلنا سوا. كثير حبيتها عن جد ثانكس، ما كان في لزوم تتعذبي. ولك تكرم عينك يا حلوه، شوفي شوفي بعد شوفي بعد في كثير اسئله. كثير عم بحبهم ايه؟ شوفي هيدا ياي كثير كيوت مخدوم. وهيدا؟ هيدا لإلي؟ لا هيدا لوفاء. مين وفاء؟ مين وفاء؟ شو مهضوم شو شيك مش معقول شو رح يطلع حلو هي لبسته وفاء. كلاس كلاس. بلي يا بابا يا شغلة بلي. حلو شو عم بتقول؟ حلو عرايسة. خلصنا خلصنا. طبي منيح انتبهي عليه ما يتوسخ. بس عن جد وائل صور بعقده، يمكن رح نضل نضحك عليهم طول عمرنا. بتعرفي شو؟
لازم نحط الصور على الجروب تبع الفيسبوك. خلص مش الحال، صاروا هونيك. كيف يعني مش الحال؟ فرجيني الصور. مبسوطين؟ طب ليكو عندي فكرة. ليه ما بنبعث لهم انه نحن بمكتب تحريات وبدنا نعرف معلومات عن هالإنسان؟ يعني هيك من لو فكرهم الخبرية بتضل تقطع. لا ولو هذا شيء كثير خطر. طب ليك داني، إذا نحن عملنا إيميل باسم الكامل وبعتنا منه معقول يصدقونا؟ ما بعتقد، لأنه حيلا حدا في يعمل هيك. طب شو اللي لازم نسأله على المزبوط؟ إنه نحن بدنا نسألهم إذا هي عايشة ولا ميتة عندهم. شو الشباب؟ ليش سكتوا؟ كفوا. بعدين مين هيدي اللي ماتت أو عايشة؟ ما تكونوا عاملين جريمة. طارق، موضوع جدي. يا عارف. عم نسمع. ليكو، ليه ما منخبره لطارق ومناخد رأيه؟ أكيد ما رح يخبر حدا. رأيي وشو؟ فهموني شو عم يصير معكم. طيب هلا شو قررتوا؟ رح تروح على حفلة داني؟ عبالي روح. ايه منروح، ليش لا؟ وانت ماجد تجي؟ ما بعرف، يمكن اطلع ضايع مع اهلي. لك يلا يا مان، تعال بلا غرازة. لك انه تعب نتصلى. هلا بشوف بجرب، ما تعطل. اوكي، انا برايي رح تكون حفله كثير حلوه. ونحن كمان لازم نعمل جو، احسن ما فكروا حالهم هن بس بيعرفوا ينبسطوا. والله برافو وائل، معك حق. نحن كمان بنعرف ننبسط. طيب شو بدنا نعمل؟ مش ضروري نعمل شيء، المهم كلنا سوا عم ننبسط، مش هيك؟ لا ولو عم لك لازم نعمل جو. مزبوط. يلا صحتين يا جماعة. طب شو طارق، فيك تساعدنا بليز؟ طب تعال نفترض هن انه حبوا يساعدونا ويعطونا معلومات، اوكي؟ انتوا عم تحكوا عن قصة صار لها اكثر من 18 سنة، يعني اكيد ما رح يكون عندهم المعلومات الدقيقة عنا. شو خاص اذا لها 18 سنة او اكثر؟ يا خيي هيدا المستشفى، يعني اكيد عندهم ارشيف لهم. اوكي عندهم، بس انت عم تحكي 18 سنة، يعني من وقتها لهلا اكيد الموظفين تغيروا اكثر من مرة كمان. شو قصدك؟ هلا مستشفى بامريكا ليش بتاخذنا جد؟ يعني مستشفى اكيد عنده قوانين الخاصة فيها، ليش بدها تصدقنا وتعطينا هيك معلومة؟ طيب انت برايك شو لازم نعمل؟ روق خليني افكر شوي. طارق نحن ما بدنا غير معلومة واحدة، يا عايشة يا ميتة. 100%، بس الفكرة ليش بيصدقونا ويعطونا هيك معلومة مهمة؟ طب شو قصدك؟ قصدي انه حتى اذا بدهم يساعدونا هن يمكن ما يكون عندهم هالمعلومات، انه مثل ما بتقولوا انه امه لسامي يمكن ميت ويمكن لقوا من زمان. ما بعرف، يعني القصه شوي بحسها معقده. والله معك حق، القصه كتير تعقدت. طيب خلينا نجرب نكتب شيء ونشوف شو بيردوا. رح نكتب، بس انا برايي خلينا نسالهم بكل بساطه اذا عندهم وثيقه وفاه لاله، بس لازم نكتبها بصيغه مرتبه حتى يقبضونا جد. ما هذا اكيد تمارا. تيما، ايش رفيقتك؟ هاي، كيفكم؟ أهلين. هاي. طارق، خير الله تيما. تمارا، شرفنا. شو بكم، شو عم تعملوا؟ عم نفكر شو بدنا نبعث بالإيميل. انتو كيف تبلشوا بلاية؟ بطلت مهمة بالنسبة لإلكن؟ انت ليش جاي معصبة؟ هاي تمارا بتضلها هيك، هلا بتروق. أنا عن جد زعلت، أنا أهم وحدة بهذا الموضوع، ولو ما مني ما كنت وصلتوا لمطرح. تمارا، بعد ما وصلنا لمحل روقي وقعدة. تيما، شو القصة؟ عن أي مستشفى عم تحكوا؟ خبروني. فارس حبيبي أنت ما تتدخل، خلينا نحن على جنب عم نحكي. وكأنكم أصلا عم تخترعوا على البارود. خلص لقيتها، عرفت شو رح أكتب. قرب شوف. كله شباب، ما حدا اكل. شو منين جبت العوينات؟ عفوا، منين جبت العوينات؟ خذ لي هالمية دولار اول شيء وزيدهم على اجار البيت. منين المية دولار؟ طب خذهم هلا بخبرك. هات لشوف، خبي. تجاره وبالحلال. تجاره شو؟ فرقايع. مش على اساس انه نبلش سوا؟ ايه مزبوط، بس انا وجاي لهون شفت ولاد عم فتشوا على فرقايع على الطريق، قمت فزيت دغري جبت بضاعه وبعتهم اياه.
بعتها كلها؟ كلها كلها. وهلا شو بدنا نعمل؟ هلا بدنا نطير على حي تاني ونرجع نجيب بضاعة ونرجع نبيع الأولاد، لأنه الأولاد هون ولا ليرة. برافو عليك، هذا الشغل المزبوط. على فكرة أنا هول عوانات عجبون رح أخذهم. طيب روق، ما أنا جبت لك إلك. لا لك كمان؟ إيه. أكيد عوانات أحلى. كيف؟ تمام. رنس. خبريني شو صار معك انت وكريم؟ ولا شيء. ليه؟ ما في شيء جديد؟ ما مش الحال، ما مش الحال ابدا، مع انه انا جربت. بس انا وياه لكريم عقلتنا مش على بعضنا، ما بنشبه بعضنا ابدا، انا عقلي بماله وعقله بمال تاني. ما تكوني بعدك عم تفكري ببيو للصبي اللي بيتعلم عندك بالمدرسه. باسم؟ ايه هيدا. لك حياة؟ لك بعدك عم تفكري فيه؟ يعني شو هالمجنونة هاي؟ والله كان كريم مبوشي. وشو عرفك انت؟ لا 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 لهون وبس، عن جد ما عم بعرف بقى مع مين عم بحكي. يعني لما بدك تطلعي مجنون غير يا لأميك يا لبيك. ايه انت هيدا الشاطرة فيه، بتغيبي بتغيبي وبترجعي بتعرفي كل شي وبالتفصيل كمان. نعم بالتفصيل، بدك تخبريني كل شي شو صار معك مع كريم. شو؟ ممنوع تشردي؟ كل شي بقلبك بدك تخبريني اياه، تفضلي انا عم بسمعك. سامي شو رأيك باللي كتبه طارق؟ هلا المهم يردوا علينا بالأول. أنا أكيد إنه بيردوا، بين علينا خيك فهمان عارف شو عم يكتب. عن جد خيك بعقد، كتير ذكي. من له الذكاء، ما نحن قلنا له شو يكتب. حبيبي لو أنا وياك بدنا نبعت الإيميل لحالنا، والله بحياتهم ما كانوا ردوا. شو غيران سامي؟ أنا؟ من شو بدي غار؟ من طارق مثلاً، لأنه ذكي. طيب أولا؟ طيب ليكو شباب خلونا نحكي بالحفلة، شو بدكم نعمل؟ إنه شو بدنا نعمل يعني؟ ناكل ونرقص وننبسط. فكرة حلوة. أهم شيء نشرب. عن جد رح تجيبوا الكول؟ إيه أكيد بدنا نجيب الكول، شو هاي سهرة بدنا نتسلى وننبسط، شو بكي؟ دخليك؟ ليه ما بتقول لطارق يجي كمان؟ تمارا خلينا بالحفلة. ايه تمارا خلينا بالسهرة. طيب وشو بالنسبة للأكل؟ أنا برأيي نقول لك كل واحد يجيب معه أكل، هيك إذا كل واحد جيب شي بيكون كتير منيح. وأنا بعمل جاتو وتارت وكم شغلة. وأنا بعمل التبولي والبيتزا. يا عين شكلها هتكون سهرة من العمر. عسيرة الأكل، والله جعت كتير. يلا نقوم على المطبخ، بعد في كتير أكل. يلا قوم. طب ضلك جوعان؟ لو شوف جوعان. أنا كمان بدي أكل. إيه والله ما بيقصر. طب هو أمتى ناوي يجي على لبنان؟ لك هلا هو رايح يخلص أموره. من زمان 15 سنة. شهر اثنين ثلاثة اللي هني ما بعرف. يا عادل دخل تيجي بسرعة، أنا قلبي على اشتقتله. لك يقطع الغربة ساعتها. قولي أكيد هيك قرار بياخد وقت، مش كوني فكانت. انت هدهد ما بتفكري تيجي تعيشي هون على طول؟ انا مستحيل. طب ليه؟ عن جد بنتسلى فيكي. انا ما فيني اعيش هون، انا كل فتره بجي بشوفكم لانه كثير بشتاق لكم، هيك بفضل احسن ضلني روح واجي، بس اني اعيش هون ولا ممكن. دخليك ليه انت ما بتيجي بتعيشي معي باسبانيا؟ انا نو واي، انا ما بترك لبنان ابدا. طنط الهام بتعرف. برافو اكيد. وين خيني؟ ضاق خلق من النسوان يا زلمه. من امبارح انا قاعد بيناتهم وبين اخباره. لكن منيح اللي جيت. خبريني اليوم يا حلوه خبريني. بسمة الايام ببسمه خبريني. الهيئه رايقه معك اليوم، شو القصه؟ رايقه بس مش كتير. سمير انا بعرفك منيح، يعني حافظك على الغايب. ما بدك تقلي شو قصة المكتبة؟ ما بدي اخفي لك سر يا غياس، بس انا وقعت وما حدا لمني. شفتني بعرف كيف الست وفاء. وفاء بس تفوت على المكتبة
بتحسها ملكة قاعدة على العرش، ما بتحسها إنه موظفة أو صاحبة مكتبة. بدي أقول لك هيك بشوفها بحس كأنه تعرف، ما بدي أقول لك شو 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 هيدا كله صار. لازم تحكي لي كل شيء بالتفصيل الممل. مش بس هيك، إلا تجي تتغدى معنا اليوم وأنا اللي بدي أعزمكم. أنا بعزمها بس إنه إنه شو مشان حياة؟ لا بس القصة شوي غريبة. ولك بنتك ما في مثلها، بعدين هيدا حقك الطبيعي، ما تحمل هم، أنا بساعدك. إيش بس حياة؟ حس حيلة عم بكبر، صرت كبير بالعمر. أنتو حياة مثل الأصدقاء، والحب لا بيعرف لا عمر ولا بلوط. حبيت هي كلمة بلوط، هي البلوط بلوط مهما كبرت ببقى جلبوط. لك الطقس حلو اليوم. شو بدك نعمل؟ شو عبالك انت بنعمل شو ما بدك؟ يعني بهالطقس الحلو اكيد ما نظهر لبرا. وين عبالك تروح؟ ما بعرف. لك اذا انت ما عبالك نظهر خلص نضل بالبيت. لا عادي. عفوا نسيت اسالك، شو قصة هيدا الشغل الجديد؟ يعني خلص لقيت شغل؟ ايه والله لقيت شغل. منيح، وشو هو؟ والله بصراحة هيدا الشغل اللي كل عمري كنت عم فكر فيه. اف عن جد؟ هيدا رفيقي عماد، هو اللي قال الشغل. لحظة بابا بس هيدا سامي. ايه ولا يهمك، خد راحتك. الو ايه سامي، قلي شو اليوم على المزرعة؟ لك ما بعرف، برجع برد عليك خبر. طيب اعطيني 5 دقايق وانا برجع بحكيك. اوكي طيب يلا باي. شو داني في شي؟ هيدا سامي عم بيعزمني لعنده على المزرعة. ايه خلص روح معه، مش انت عبالك تظهر من البيت؟ ايه بس كمان ما بدي اتركك لحالك بالبيت. خلص مش مشكلة، شو هالمشكلة هيدي؟ ما انا تعودت اصلا. شو هالحكي يا بابا، بعدين اليوم ويك اند ومسابة نيناتنا هون بالبيت. خلص ببقى. خلص داني ما في مشكلة، روح طلع معه تسلى. هو رايح مع أهله؟ ايه مع عمته بالسيارة. وأي ساعة رايحين؟ هلا. طيب خلص يلا فوت حضر حالك وروح معه، ما تعطل هم. طيب كنت عم تحكيني عن الشغل، كفى. هلا عشي بخبرك بس ترجع. روح روح يلا روح حضر حالك. طيب يعني أكيد ما رح تتضايق. خلص داني شو قصتك، روح تسلى ورجع وعشي بنقعد بنحكي. طيب أوكي. طيب.